يعني انت مع انه عبد الله السعيد كان يروح الزمالك ولا يفضل في الاهلي؟ وده كده بالنسبه لي دعك، اللي يبقى هنا ويتفق مع ده وبعدين يرجع يمضي مع ده وهو عارف انه مش لازم يمضي مع ده، ده كده يعني هيضيع مستقبله. عدم الالتزام كلاعب كوره ده بدايه النهايه، والالتزام بيبقى في كل حاجه ايا كانت الموهبه، ايا كانت الموهبه لو مش ملتزم. طب شيكابالا، شيكابالا ده راجل يعني لعيب درجه اولى ومحترف درجه اولى بس مش ملتزم، فده بيخليه برضه كان ممكن يبقى ثلاث اربع درجات اعلى وكان ممكن يبقى عالمي عالمي يعني لو كان ملتزم. عائله ساويرس انتوا عندكم كده اريحيه في الاجابه على اي سؤال، ما عندكوش حسابات. يعني هقول لحضرتك على حاجه، ممكن اي شخص تاني ممكن يفكر كتير قبل ما يقول، ده يقول في جماهير الزمالك جماهير الاهلي، انت بتعبر عن نفسك وخلاص. لا ما غير كده يبقى انا ممثل، انا مش ممثل، انا سميح ساويرس. وبعد كده الناس تحكم بقى اللي انا يعني ما يعني مش لازم كمان ارضي كل الناس يعني. يعني ممكن الناس تزعل مني عشان حاجات بقولها، بس قصادها ناس بتبقى مبسوطه انها شايفه ان انا مش بمثل، فدي بتوزن دي يعني. ده وهو اللي يحاول يوزن كل حاجه كده ويبقى دايما لبق ومش عارف ايه، في النهايه بيخسر نفسه كمان. مع الوقت البني ادم اللي مش صادق مع الناس بيبقى مش صادق مع نفسه، يبتدي حتى يضحك على نفسه يعني. طيب بما انك بقى ضليع في كرة القدم، مش قوي يعني زي ما انت فاكره كده، انا بس غاوي. لا انا بالنسبه لي ده اكتشاف مش متفرغ يعني. وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه، انا افتكرت نادي الجونه ده نوع من يعني هو يكمل جزء من شخصيتك اللي فيها دعم لحاجات كتيره، نشاط في مجتمع مدني. انا هو ابتدى كده، هو ابتدى كده، ابتدى فعلا كده. اولاد من اللي شغالين في اللوكندات عملوا فريق وقالوا ممكن تساعدنا، فقلت لهم قوي. وبعدين دخلنا في دوري الدرجه الثالثه يعني من الباتم خالص، ومجهود ذاتي كده وصلوا من الثالثه للثانيه، وبعدين لما وصلوا للاولى ابتدينا بقى نركز معاهم لحد ما طلعوا الممتاز. انما انا تبنيتهم في الاول خالص ونسيتهم ثلاث اربع سنين وقالوا لي ده احنا خلاص داخلين على الدوري الدرجه الاولى يعني. بس دي كلها مبادرات من ناس يعني. مش يعني ابتدت عمل اهلي وبعد كده اتحولت لعشق لكره القدم. اصل ميزه الجونه كمدينه ان هي مفتوحه يعني، ما فيش فيها يعني ممكن اي حد يفكر في اي حاجه ويجي يقول عايز اعمل كذا، نقول له اهلا وسهلا يعني. 80% من الحاجات اللي انت شايفاها دي مبادرات شخصيه يعني، سواء مطاعم سواء يعني حاجات كثيره جدا من الانشطه اللي هنا، مش احنا اصحاب الفكره يعني. كنت بقى بسأل، واثق في كوبر؟ يعني ما باليد حيلة زي ما بيقولوا يعني، بس طبعا لا احنا كنا يعني كنا نستاهل مدرب اقوى شويه يعني. هو نفسه طموحاته محدوده، فبالتالي احنا كنا عايزين حد ياخد الفريق ده يجري بيه مش يلصم فيه. شايف انه كونزرفتيف، محافظ في احلامه حتى. بالظبط. طب ما يمكن يبقى واقعي يعني. ما احبش انا الواقعيين قوي، انا زي ما انا مثلا مش واقعي قوي يعني. انا بشوف ان الواقعي قوي ده بيبقى متواضع زياده عن اللزوم، فما بيروحش بعيد يعني. لازم الواحد يبقى جريء كده وياخد مجازفه عشان تمشي الشغلانه.